وهلا وصلنا للمرحله الحاسمه بمسيره مهدي وسلوى وطاهره. بطلب منهم يتفضلوا لوسط المسرح. الاسبوع الماضي خلص الجمهور سلوى المغربيه وبقي اثنين لبنانيه، فهل رح يخلص الجمهور الليلي جزائري ويترك اثنين مغربيه بالموقف الصعب، او رح يعطي الجمهور اعلى نسبه من الاصوات مره ثانيه لسلوى او مره اولى لطاهره؟ كل الاحتمالات ممكنه، لكن التابلو رح يحسم الموضوع بالنسبه للطالب الاول. مين خلص الجمهور؟ مهدي، سلوى او طاهره؟ نحن بانتظار النتيجه يلي رح تظهر بين لحظه والثانيه. الاعصاب مشدوده، موقف صعب. مهدي، سلوى، طاهره، لمين صوت الجمهور؟ مين خلص الجمهور ورح يرجع ينضم لزملائه بالاكاديميه يطمن باله يرتاح؟ لحظات قليله وبتظهر النتيجه. عم تطلع النتيجه، والف مبروك لمهدي. 57% لمهدي، اكثر من النص. مبروك لمهدي يلي اكيد ارتاح ورح يرجع على الأكاديمية الليلة يكمل مشواره مع زملائه. وبتبقى معنا سلوى وطاهرة. صار دور الطلاب يصوتوا هلأ، والأكترية هي يلي بتحسم مين رح ترجع الأكاديمية. الاختيار دقيق ومحرج، لكن هيدي قواعد المسابقة. الجمهور بيخلص واحد والطلاب بيخلصوا الثاني. رح نبدأ إذن بالتصويت مع رحمة. تفضلي. أوكي، أنا صراحة سلوى أنا كلش أحبك وأنتي تعرفين. أوكي، بس أكيد طاهرة يعني حبيبتي. أول نجمة إذن لطاهرة. ألين، أول نجمة لطاهرة. تفضلي ألين. سلوى. نجمة لطاهرة، نجمة لسلوى. تفضلي أسماء. طاهرة. نجمتين لطاهرة ونجمة لسلوى. تفضلي رانيا. أنا بحبهم هما الاثنين. سلوى. 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 نجمتين لسلوى، نجمتين لطاهرة. تفضلي بدرية. موقفي صعب، أنا زوز مغرب، المغرب العربي معناتها. سلوى أخذت فرصتها، طاهرة ما أخذتش فرصتها. طاهرة. طاهرة. إذا ثلاث نجوم لطاهرة، نجمتين لسلوى. تفضل محمد علي. انت عارفه سلوى انا بحبك قد ايه، بس طاهره. اربع نجوم لطاهره، نجمتين لسلوى. زينه. طاهره. خمس نجوم اذا لطاهره، نجمتين لسلوى. تفضل باسل. طاهره. ست نجوم لطاهره، نجمتين لسلوى. نصيف. سوري سلوى. طاهرة. سبع نجوم لطاهرة، نجمتين لسلوى. محمود عفوا. سلوى بجد بحبك، بس طاهرة. ثمان نجوم لطاهرة، نجمتين لسلوى. رامي. جرب شوي عدل سلوى. ثلاث نجوم لسلوى وثمان نجوم لطاهرة. ريان. طاهرة. تسع نجوم لطاهرة، ثلاث نجوم لسلوى. سلوى. أربع نجوم إذن لسلوى، تسع نجوم لميرال. أوكي، تفضل محمد.
سوري تفضل طاهرة. هاي يعني طاهرة. إذن قديش صاروا؟ 10 لطاهرة، 4 نجوم لسلوى. تفضل عبد العزيز. صوتت لي للدقليحة، صوت لها طاهرة. 11 نجمة لطاهرة. طاهرة. 12 نجمة لطاهرة. تفضل طاهرة. سلطان. وشوف ايش بيصير ان شاء الله بعدين. إذن مشاهدينا هيك بنودع سلوى الليلة، بتكون تاني طالبة تترك الأكاديمية. نتمنى لها النجاح وأكيد تحمل ذكريات حلوة من ستار أكاديمي ومن لبنان. ما تنسوا تلاقوني بكرة بحلقة جديدة من اليوميات. تصبحوا على ألف.